الغنى بحياة مايا ناصري، بتحضر الألبوم الجديد ولا لسه؟ طبعا انا اعلنت ان في ألبوم جديد، واوريدي نزلت اغنية على فالنتاين في مصر، واللي عرفته ان كان ليها وقع حلو عند الناس. الألبوم بقى يحمل اسم ايه؟ الألبوم المفروض هيكون اسمه كمل لوحدك، والأغنية اللي نزلت اسمها ما حدش حكالك. الألبوم فيه 8 أغاني، 7 مصري وواحدة لبناني. لسه شوية فكرت ان فكرة ان انا انزل سينجل 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 بعدين اجمعهم ما يبقى لطيف يعني،